غير المسائل في الشيتس، يعني ممكن يبقى ايه في زي suggested problem
كودز كده من الريفرنسز دي ممكن الترانزيشن يبقى يطبق عليها عشان تبقوا عارفين يعني سالب وخير برضه ايه حاول نبص عليها من الريفرنس. طبعا عندكم برضه السلايدز والسلايدز دي هتبقى افيلبل هي نفس السلايدز يعني بتاع السنه اللي فاتت ما غيرتش عن السنه اللي فاتت. طيب هنبدأ بقى نديك انتروداكشن لإيه؟ أول توبيك عندنا أول توبيك اللي هو اتفقنا الفريكونسي ريسبونس. عايزين نفهم كده إيه هو الفريكونسي ريسبونس وإيه أهميته هندرسه إزاي؟ فا يعني السلايد فيه طبعاً لو بصيت دلوقتي مش هتفهم الكوينتس بتاعتها يعني هو بس الغرض بس من السلايد دي إن أنا فهمت بس إن إحنا في طريقة اللي نمشي بيها في الفريكونسي ريسبونس إن إحنا أول حاجة هنركز على النص الأولاني اللي هو هنبدأ ندرس fundamental concepts اللي هو ازاي اتعامل مع frequency response amplifiers، ايه الطرق اللي ممكن احل بيها frequency response amplifiers. تمام، فده النص الأولاني هندرس كذا method او كذا طريقة نعرف analyze بيها frequency response وايه وبعد كده design بيها circuits. وبعد كده النص الثاني هبدأ بقى اطبق التكنيكس المختلفة اللي درسناها دي على الأربع أنواع amplifiers مشهورة عندنا. أصل إيه أربع أنواع لو إحنا نفكر كده لو قلت لك اعمل أمبليفاير في سنجل ترانزستور واحد خلاص إيه الديفرنت كونفجريشنز؟ يبقى عندي ثلاثة كونفجريشنز مشهورة مش كده؟ إيه هما؟ على حسب الإنبوت داخل منين والأوتبوت خارج منين صح؟ لو الإنبوت داخل الجيت والأوتبوت خارج من الدرين ده اللي بنسميه إيه؟ كومن سورس كده. ليه common source؟ الـ source يبقى common ما بين دايرة الـ output و دايرة الـ input. تمام؟ فده اللي عندنا بنسميه MOS common source أو هو bipolar بنسميه common emitter. طب لو غيرت الـ input push من الـ source و input من الـ drain ده اللي بنسميه common gate. برضه gate بقى common بين الـ input و الـ output circuits أو bipolar أو common base. وبالتالي النوع الأخير اللي هو common drain. خلاص common drain يبقى بيخش من الجيت وبيخرج من السورس وده عادة ليه اسم بقى مختلف بنسميه ايه؟ السورس فولور او ايميت فولور اللي هو وايه السبب ان احنا سميناه فولور؟ انه تقريبا لما كنت تعملوا اناليسيس للدايره دي كنت بتلاقوا الجيم بتاعه بقى ايه؟ قريب الواحد من غير ان هو الاوتبوت بيفولو الانبوت فعشان كده بيسموه ايه؟ السورس فولور او الايميت فولور. فدايما في يعني في الدراسه ده احنا بنركز على الفندمنتال سنجل ستيج امبليفاير ترانزستور واحد رغم انك انت لو رحت بصيت في الحقيقه ري ابلكيشن بصيت على دايرة امبليفاير مش هتلاقي سنجل ترانزستور مش كده؟ هتلاقي ترانزستورز كتيره جدا بس لما تقعد تبص على الفانكشن بتاع كل ترانزستور منهم هتلاقي في الاخر كل ترانزستورز الثانيه دي بتعمل ايه؟ بتعمل فانكشن مساعده بس في الاخر هو ترانزستور واحد اللي بيعمل لك عمليه الايه؟ الامبليفيكيشن. فبالتالي عشان كده دراسه الثلاث انواع دول هي يمكن مهمه جدا لان انت في الاخر دايره كبيره جدا هتعرف تختصرها في الاخر تو ايه؟ تو سنجل ترانزستور امبليفاير هتعرف بقى ديزاين الدايره هتعرف ايه ديزاين تريد اوفز هتعرف ازاي تحسب بقى الجيم بتاعها الباور كونسمبشن زي ما هنشوف بعد كده الفريكونسي ريسبونس. في نوع برضه يعني اخر اكستنشن لدول شويه وهنشوف ان هو فعلا برضه مرتبط بيهم بيبقى تو ترانزستور امبليفاير اللي هو بنسميه كاسكود امبليفاير انت اوريدي برضه بتتكلم عنه بريفلي كده هنتكلم عن مزاياه بقى لما ندرس الفريكونسي ريسبونس واخيرا المالتي ستيج اللي هو في الاخر عباره عن ايه؟ عن ان انت تحط كذا امبليفاير ورا بعض اي كوميونيكيشن سيستم ممكن يبقى مثلا عايز يوصل لجين عالي ممكن ما يقدرش يجيبه من ايه؟ سنجل امبليفاير هيضطر يعمل ايه؟ يحط مالتيبل امبليفاير كاسكيدد ورا بعض بحيث يحصل على ايه؟ التوتال جين اللي هو فبرضه هندرس ده از اكزامبلز هنطبقها على ايه؟ هنطبق عليها التكنيكس اللي درسناها في الفريكونسي ريسبونس على حسب بقى انهي انسب ايه؟ لانهي مساله لان زي ما هنشوف في هندرس تكنيكس مختلفه ممكن تلاقي كل تكنيك انسب لايه؟ لنوع معين من المسائل. طيب تعالى نبدا بقى نتكلم على الايه؟ على الفريكونسي ريسبونس ده معناه ايه؟ فتعالى نتخيل كده ان انت بتعمل تجربه في المعمل بس واقف انت في المعمل عندك امبليفاير زي فوق ده وبدخل على الانبوت بتاع الامبليفاير من
السيجنال جنريتور ساين ويف زي ده دخلها فوق. خلاص تمام، خليت الاول سيناريو ده دخل الساين ويف دي على الامبليفاير. انت متوقع الاوتبوت يبقى ايه؟ هيبقى نفس الساين ويف نسخه منها مش كده؟ طبعا نفس الفريكونسي امبليفاير فريكونسي صح، الاوتبوت يساوي الانبوت مضروب في ايه؟ في كونستنت. كونستنت ده قلنا نسميه جيم اللي عليه الامبليفاير. فانت متوقع الاوتبوت يبقى ساينوسويد نفس الفريكونسي برضه بس ايه مكبر شويه. خلاص خدنا من ايه؟ الساين ويف اللي عندي. طب الجيم بقى او التكبير بتاع الامبليفاير ده احسبه ازاي؟ احسب الامبليتيود بتاع الانبوت واحسب الامبليتيود بتاع الاوتبوت. مش كده؟ الامبليتيود هو عبر عن ايه؟ ممكن اعبر عنه من بيك تو بيك. مش كده؟ احسب من بيك للبيك في الانبوت واحسب الايه في الاوتبوت؟ البيك تو بيك اوتبوت. يبقى البيك تو بيك اوتبوت على ايه؟ البيك تو بيك او البيك اوتبوت على ايه؟ البيك انبوت. مش تفرق فاكتور اوف ايه؟ فاكتور اوف تو بيك صح؟ يبقى هحسب الامبليتيود في الاوتبوت على الامبليتيود في الانبوت ويبقى ده الجيم لأني فريكونسي؟ الفريكونسي بتاعت السيجنال اللي انا مدخلها على الامبليفاير في التجربه الاولى دي صح كده؟ طب لو هو فيجوالي كده لو انا بصيت بعيني ممكن اقول الفاكتور حوالي ايه؟ واحد ونص او اثنين مثلا، كبرت السيجنال فتكون ما بين ايه؟ فاكتور واحد ونص 50% زي تمام؟ طب جيت انا وانا واقف في المعمل رحت عامل ايه بقى في السيناريو بتاعي ده؟ رحت الانبوت سيجنال عملت ايه في الفريكونسي بتاعتهم؟ عليت الفريكونسي بتاعتهم كده. لو بصيت ما بين التو انبوتس دول الامبليتيود ما زادش، هو نفس الامبليتيود. يعني هنا البي تو بي بتاع الانبوت الثاني زي اللي فوق دي بالظبط مش كده؟ بس اللي داعي فريكونسي. طيب فانت لو متوقع الامبليفاير ده ايديا المفروض يكبرنا بالسيجنال دي برضه بنفس المقدار الاولاني مش كده؟ بس انت جيت تبص في المعمل لقيت طلع طبعا طلع لك نفس الفريكونسي الجديده اللي دخلنا بس ما زادتش بنفس ايه؟ بنفس المقدار بتاع التجربه الاولانيه اللي هي الفريكونسي بتاعتها كانت قليله. يبقى معنى كده ان الامبليفاير حصل ايه؟ مش قادر يديك نفس الجيم لما انت عليت شويه في الفريكونسي. مش كده؟ طيب خطوه كمان بقى تعمل ايه هنا؟ عليت الفريكونسي قوي عن الخطوه الاولى والثانيه. وبدات اوبزرف الاوتبوت، طبعا الاوتبوت طالع برضه نفس الفريكونسي اللي داخله بس بدا يحصل ايه بقى هنا؟ قل قوي، قل لدرجه تبقى اقل كمان من ايه؟ من انبوت سيجنال، يعني الامبليفاير مش كمان بيكبر بس يعني اللي ايه؟ بيجيب اقل شويه، لا ده دلوقتي الامبليفاير بيقلل السيجنال، بيضعف السيجنال تمام؟ طيب فجيت انا عايز اكوانتيفاي بقى الكلام في المعمل في التجربه بتاعتي، فقلت خلاص انا عايز اقسم الجيم بتاع الامبليفاير بتاعي بس عايز ارسمه اكروس فريكونسي. خلاص هاخد على الفريكونسي الاولى دي اسجل الجين اللي هو مين على مين؟ اوتبوت على الانبوت. الفريكونسي اسمها ايه؟ اف 1 مثلا. بعد كده التجربه الثانيه فريكونسي اعلى اسجل الجين، فريكونسي مثلا اف 2. الفريكونسي الثالثه اسجل الجين. احصل في الاخر على ايه؟ كيرف بالمنظر ده. انا هنا راسم ايه على مين؟ راسم الجين الماجنتيود بتاع الجين اللي هو ماجنتيود الاوتبوت على ماجنتيود الاي اللي احنا بنسميه الاي في اللي هو تعريفه الفولتج جين في اوتبوت على الانبوت تمام؟ بس رسمته فيرسس مين هنا؟ فيرسس الفريكونسي. فاللي واضح هنا ان الجين بادئ قيمه عاليه اللي هي معناها ديزاين اللي هي افترض يعني 1.5 او 2 حسب بقى انت شايفها ازاي يعني تمام؟ وكل ما الفريكونسي تزيد الجين عمال يحصل له ايه؟ قاعد ايه؟ تدريجيا يقل لحد لما الفريكونس تعلى قوي ممكن ينزل يبقى بيلو ال 1 يعني كانه بيأتنيويت الايه؟ السيجن تمام؟ طيب فطبعا واضح كده من المنظر ده ان الامبليفاير ده مش ايديال صح؟ يعني انا كنت زمان فاكر ان الامبليفاير هيطلع لي الاوتبوت بيساوي كوفيشنت اللي هو الجين في الانبوت. لا الكوفيشنت ده ما بقاش ثابت دلوقتي صح؟ الكوفيشنت ده بقى فانكشن في مين دلوقتي؟ فانكشن الفريكونس. لو هو كان ايديال امبليفاير كان الجيم بتاعه يفضل ثابت على طول، هيكبر لي السيجنال بغض النظر عن الفريكونسي بتاعتها، بس واضح ان مش ده اللي بيحصل. فده هو اللي بنسميه ايه؟ الفريكونسي ريسبونس بتاع الامبليفاير. يعني كده الامبليفاير بتاعي عنده سيرتن بيهيفير مع الفريكونسي لازم ابقى فاهمه وعارف اكاركترايزه ازاي. ليه بقى؟ لان انا عملت ديزاين مثلا للامبليفاير ده
ورحت اديته لواحد يحطه في السيستم بتاعه. تمام؟ طب السيجنال بقى اللي هتخش على الامبليفاير ده عشان تكبر صح المفروض تبقى في انهي رينج فريكونسيز هنا؟ لازم تبقى من زيرو لحد فريكونسي اسمها اف 1 اللي هو الجيم بتاعه لسه ايه؟ عادي ما بقاش ايه. لكن لو السيجنال اوف انترست اللي انت عايز تتعامل بيها بقت وايد باند وجت هنا هيبدا يطلع ايه؟ هاي فريكونسي. هيبدا يطلع اتنيويشن الجزء من السيجنال مش هتطلع او هيطلع ايه؟ مش هتطلع عندها هيتسوى الكواليتي بتاعت الايه؟ السيجنال بتاعها. تمام؟ فطبعا الجزء اللي هو من اللو فريكونسي لحد اف 1 ده بنسميه يوزبل باندويث. ده الباندويث اللي هو الرينج اوف فريكونسي. باندويث معناها رينج اوف فريكونسي. خلاص فده الباندويث اليوزبل للامبليفاير اللي اقدر استعمله. لان بعد كده الجين بيبدا ايه؟ يقع. الجين بيبدا يقع مع الفريكونسي دي بنسمي المصطلح ده ايه؟ رول اوف. الرول اوف بتاع الجين معناه ان الجين بيقل مع ايه؟ مع الفريكونسي. تمام؟ فطبعا هنشوف بقى ان قيمه اف 1 دي مهمه في الديزاين بتاعي على حسب نوع الايه؟ السيستم اللي انا بحاول اديزاين الامبليفاير ده انه يشتغل فيه. يعني على سبيل المثال مثلا لو انا بتكلم على اوديو سيجنال. خلاص يعني تعالى نفترض ان انا بديزاين امبليفاير يتحط في اوديو سيستم زي مثلا احنا بنستعمله هنا ده. اكيد المايك ده فيه امبليفاير عشان يكبر السيجنال عشان توصل للايه؟ للسماعه والصوت يبقى عالي. فلو انت بتديزاين امبليفاير فور a very high quality audio system قطاع الكاميرات مثلا يبقى لازم ادرس نوعيه السيجنال دي اللي هي الفويس سيجنال. فالفويس سيجنال لو جيت تبص على الفاكرم بتاعها هتبدا مثلا من 20 هرتز لحد 20 كيلو هرتز. يبقى انت لازم الامبليفاير بتاعك ايه؟ الباندويث بتاعه يبقى اعلى من الايه؟ من 20 والا هيبدا يقطع جزء منين؟ السيجنال بتاعه. طيب تعال نشوف مثال تاني بقى. لو انت جيت تبص على التليفونات بتاعتنا الارضيه طبعا بما ان فيها كابلات نحاس وممكن ماشيه مسافه طويله ده بيليمت الباندويث بتاع السيجنال. تيجي تلاقي التليفون سيستم بتاعنا الباندويث بتاعه اقل من السيجنال اللي انا عايز ابعتها. بتلاقي الباندويث بتاعه بادئ من 400 هرتز لحد بس 3.5 كيلو هرتز. يبقى ايه اللي بيحصل في السيجنال في الجزء اللي بعد 3.5؟ يعني انت في جزء كده من السجن هنا حصل له ايه؟ خلاص راح اتقطع مش كده؟ وفي جزء طبعا هنا حصل له ايه؟ برضه راح اتقطع لو انت بتبعت الفويس سيجنال على التليفون. عشان كده ساعات انت في التليفون بتلاقي الصوت ماله مختلف عن الحقيقه مش كده؟ لان في اجزاء من السيجنال ملاها رايحه منك مش زي ما كنت ديزاين هاي كواليتي اوديو سيستم. تمام؟ بس طبعا واضح ان الفريكونسي كونتنت بتاع السيجنال قليل في الحتت دي لان انت بتعرف تفهم الكلام اللي بيتقال في التليفون مش كده؟ فواضح الكلام اللي الجزء اللي اتشال من هنا ومن هنا ده تاثيره ماله؟ مش يعني ايه؟ مش كبيره. طبعا الكلام ده مش هنبقى بس شغالين بالكيلوهرتز ده اكزامبل بس على الاوديو سيستمز. بس انت لو جيت تفكر في الفيديو سيستم خلاص طبعا السيجنال بتاعت الفيديو هتبقى ايه؟ ها وايدر باند. ممكن نتكلم بقى عن ميجا هرتز بدل ايه؟ بدل الكيلوهرتز. لو جيت اتكلم على الداتا مثلا لو انت بتبني داتا على كابل مثلا او على ايثرنت مثلا خلاص هتبدا تتكلم على ايه؟ جيجا هرتز. تمام؟ على حسب الابلكيشن بالديزاين الامبليفاير يديك الايه؟ الباندويث المناسب ليك. هو الباندويث ده مش مطلوب انا عندي اللي هو يبقى اقرب بس من 20 كيلو هرتز مش مهم يبقى اقل من 20 كيلو هرتز لان كده كده لو لما الفريكونس بتزيد ايه المشكله؟ لا ما انت شايف اهو في المثال ده لما الفريكونسي بتقل برضه في مشكله. صح يعني هي على حسب الشكل. الرسمه اللي رسمناها في السلايد اللي فاتت كان الامبليفاير بيقطع من ايه بس؟ في الهاي فريكونسي بس. هنشوف يعني هتبان حتى في دراستنا في المحاضرات اللي جايه ان في بعض الامبليفايرز ممكن يبقى فيها كومبوننتس معينه بتليمت اللو فريكونسي كمان. فلازم برضه يبقى ممكن يظهر لك شكل زي ده هتلاقيه بيقطع من هنا وبيقطع من هنا. تمام؟ فهو طبعا معتمد على الامبليفاير، جزء معتمد على السيستم وانت ديزاين بقى الامبليفاير المناسب. طيب تعالى بقى نفكر ايه في السيركتس ايه في الالكترونيك سيركتس بتاعتنا اللي ممكن يعمل لي الريسبونس بتاع الفريكونسي زي ما كنا بنتكلم عليه من شويه. خلاص فعشان يعني قبل ما نبدا نتكلم على الديفايس يعني كومبليكيتد قبل ما نبدا نتكلم على فيري سيمبل ار سي سيركت بالمنظر ده باسيف سيركت. خلاص
ونبدا نشوف هل في كومبوننت فعلا ممكن يعمل لي شكل الريسبونس يغير مع الفريكونسي ولا لا. فلو افترضت ان انا عندي الار سي سيركت بالمنظر ده، خلاص قلت لك والله انا عايز احسب الجين بتاع السيركت. طبعا دي باسيف سيركت مش كده؟ فمالهاش جين، يعني مالهاش جين معنى مش هتكبر السيجنال، مفيش امبليفاير هنا. بس يعني اللي اقصده ان انا عايز احسب الفي اوتبوت على ايه؟ الفي ان، اللي هي بنسميها الترانسفير فانكشن. الدائره بتاعت الترانسفير فانكشن هي العلاقه بين الانبوت والاوتبوت، يعني بمعنى اخر الانبوت عشان يترانسفير للاوتبوت بيتضرب في ايه؟ بيتضرب في جين قد ايه عشان يظهر فين في الاوتبوت، اللي هي تعريفها هي الفي اوتبوت على الفي ان. طيب تعالوا نفكر فيها كده. فانا طبعا انا هدخل سيجنال نوعها هنا سايكوسويدز مش كده؟ بس عايز اعمل ايه في الفريكونس بتاعتها بقى؟ اغيرها عشان نفس الفريكونسي ريسبونس مش كده؟ زي ما عملنا في التجربه في السلايد اللي فاتت، اقعد اغير الفريكونسي دي من لو فريكونسي ايه؟ لهاي فريكونسي. طيب تعالى نبدا نفكر في اول نقطه في الكيرف از اوميجا تنس تو زيرو عند الفيري لو فريكونسي. الكاباسيتور ده هيحصل له ايه؟ تمام؟ الفيري لو فريكونسي عند الدي سي الكاباسيتور ده هيبقى ايه؟ هيبقى اوبن سيركت صح؟ ليه؟ لان الامبيدنس بتاعته هي ايه؟ واحد على جي اوميجا سي مش كده؟ فاز اوميجا تنس تو زيرو الامبيدنس بتاعته تبقى انفينيت بكانه بقى ايه؟ اوبن سيركت. طب لو الكاباسيتور ده اوبن سيركت هل في كارنت يمشي في الريزستور دي؟ مفيش كارنت يمشي هنا، يبقى هنا في اوت في انبوت ايه؟ بالظبط، يبقى في اوت هتساوي في انبوت. يبقى الجين بتاعي كام هنا؟ او الترانسفير فانكشن واحد، يبقى في اوت على انبوت واحد. تمام؟ يبقى دي اول نقطه فين؟ في الكيرف بتاعي. هنا هرسم في اوتبوت على في انبوت اه ماجنتيود، وهنا هقسمه مع الايه؟ مع الفريكونسي. فالفيري لو فريكونسي خلاص عرفنا ان الكيرف بدا من كام؟ من واحد. طيب تعالى نفكر في الاكستريم الثاني، لما الفريكونسي تزيد قوي از اوميجا تنس تو انفينيتي يحصل ايه للكاباسيتور ده؟ بالظبط هيبقى شورت سيركت. اوميجا تنس تو انفينيتي ده هيبقى شورت سيركت. لما ده يبقى شورت سيركت بي اوت هتساوي كام؟ زيرو على طول مش كده؟ يبقى بي اوت هتساوي ايه؟ زيرو. فإذا واضح إن الرسمة دي كده إن هو في أوت ده اللي بيجي بدل من هنا بواحد، وهتقول لكام إذا هو بيتنس إنفينيتي؟ هتقول لزيرو مش كده؟ طيب في النص بقى إيه اللي بيحصل؟ أحل بقى المسألة دي إزاي في النص؟ عايز أجيب بقى علاقة بين في أوت وفي إنبوت إن جنرال، أعملها إزاي؟ مش ده بوتنشال ديفايدر على طول ولا لأ؟ بوتنشال ديفايدر يبقى في أوت على في إنبوت هتساوي في الامبيدنس بتاعت الكاباسيتور اللي هي واحد على جي اوميجا سي على مجموع الايه؟ مجموع الايه؟ اللي هي ار زائد واحد على ايه؟ جي اوميجا سي. تمام؟ يبقى مجرد بس عملت ايه؟ بوتنشال ديفايد بين الكاباسيتور والريزستور. طيب اضرب بس فوق وتحت في ايه؟ في جي اوميجا سي هيطلع لك واحد على واحد زائد 1 بلس جي اوميجا سي في الـ A صح كده؟ طيب ده هو مين؟ في اوتبوت على في انبوت. في سؤال خلاص يبقى كده ايه؟ واحد على واحد زائد جي اوميجا سي في الـ A. طب اللي انا رسمه هنا ده او اللي انا جبت الاكسبرشن بتاعه ده اللي سميناه في اوت على في انبوت. خلاص اتفقنا في اوت على في انبوت. طالع الاكسبرشن ده ايه دلوقتي؟ نصف من الواحد. كومبلكس نمبر صح؟ في جي هنا ده كومبلكس نمبر. انا عايز ارسم هنا الماجنتيود بتاعه مش كده؟ انا جايب الماجنتيود بتاعه عشان اشوف الجيل السيجنال اللي دخلت اتقارب بدل جي صح؟ طب بجيب الماجنتيود بتاع الكومبلكس نمبر ازاي؟ يبقى في اوتبوت على في انبوت هو ايه؟ الماجنتيود اللي فوق اللي هو واحد على الماجنتيود اللي تحت مش كده؟ هو واحد على ده كومبلكس نمبر يبقى جذر الريال تربيع زائد ايه؟ زائد الايماجنري يبقى واحد زائد اوميجا ار سي تربيع صح كده؟ يبقى انا جبت ايه؟ الماجنتيود بتاع الجين بتاعي او زي ما قلنا نسميه ترانسفير فانكشن بتاعي. تمام؟ طب انا بقى ارسم ده هنا يطلع ايه؟ لو قعدنا عند اوميجا 0 يطلع ايه؟ هيطلع واحد فعلا. لو قعدنا عند
كوردينتس انفينيت هيطلع ايه؟ 3 0 1. طب في النص هيبدا ياخد بقى هنا هيبدا بقى ايه؟ يقل مع الفريكونسي اللي موجوده. فده اللي عمل الايه؟ الفريكونسي بيهيفير بتاع الدايره كده. بس لانهي المنت اللي ظهر في الدايره هنا هو اللي خلى في بيهيفير كده مع الفريكونسي؟ هو كاباستور. ايه كاباستور؟ الكاباستور هو الكومبوننت الوحيد هنا اللي الامبيدنس بتاعته قاعده تتغير مع ايه؟ مع الفريكونسي. خلاص اذا فعلا في كومبوننتس ممكن تصير ايه؟ فريكونسي بيهيفير للدوائر بتاعتك. والاندكتور مش برضه بيظهر الاندكتور برضه مظبوط. لو عندك اندكتور برضه هتلاقي بدل الواحد على جي اوميجا سي هتلاقي جي اوميجا ال، هتلاقي برضه يغير لك الفريكونسي ريسبونس بتاع الدايره. بس احنا هنركز اكتر على الكاباستورز. الاندكتورز يعني اعقد شويه. طيب تعالى نشوف بقى الكلام ده في امبليفاير سيناريو. احنا درسناه دلوقتي ان سيمبل ايه؟ ار سي سيركت. تعالى نشوف سيناريو بقى بتاع ايه؟ ريال امبليفاير. ايه اللي هيفرق بقى دلوقتي؟
احسب الجين ازاي دي؟ الكارنت ده هيمشي في مين؟ هيمشي في البارلل كومبينيشن بتاعت الاثنين دول، مش دول البارلل، يبقى الكارنت ده هيمشي في البارلل كومبينيشن يتضرب فيها يجيب مين اوت؟ الفي اوت. يبقى الفي اوت الجديده تبقى نيجاتيف جي ام في انبوت، لان هو برضه طالع من الجراوند من الاوتبوت، بس المره دي مضروبه في مين؟ ار دي بارلل مع ايه؟ واحد على اس زيرو. خلاص؟ الاس دي بس هي ايه؟ هي الجي اوميجا. يعني احنا دايما في السيركتس او في الالكترونيك سيركتس عشان نبسط على نفسنا بدل ما نقعد نكتب جي اوميجا جي اوميجا بنشيلها على طول نكتب بدلها بس ايه؟ اس. فكان الامبيدنس بتاعت الكباستور الزد بتاعت الكباستور هي واحد على ايه؟ اس بدل واحد على جي اوميجا. خلاص فهي الاس دي عباره عن بس ريبريزنتيشن للايه؟ للفريكونسي بتاعها. فدايما الاس هتبقى بتساوي جي اوميجا دي عشان ندخل ريل فريكونسي على الدايره بتاعتها. ممكن يبقى ريزيستنس يعني مش مشكله، ممكن اللوب بتاعك يبقى ايكوفلنت لار لود بارلل مع سي لود، بس دي مساله ثانيه. يعني انا عايز ابسط بس كده وادرس اكزامبل اللوب ريبريزنتد باي سي ال بس، بس ممكن تبعني الاثنين مع بعض. طيب تعالوا نكمل الاناليسيس بتاعنا، خلاص نشوف البارلل كومبينيشن هيعمل ايه. يبقى في اوتبوت على في انبوت، هاخد بس الانبوت هنا اللي نيجاتيف جي ام مضروب فيه ده بارلل مع ده اللي هو عباره عن ايه؟ ار دي واحد على اس سي ال على ار دي زائد واحد على ايه؟ اس سي ال، صح؟ هضرب بس فوق ده في مين؟ اس سي ال، يبقى على طول هو ار دي على واحد زائد اس سي ال ار. يبقى انا كده جبت الاكسبريشن بتاع ايه؟ بتاع الجيم اوت. طيب واضح طبعا ان الجيم طلع فانكشن في الفريكونسي ولا لا؟ ها؟ الجيم طلع فانكشن في الفريكونسي، انا قلت اس اللي جي اوميجا عايز اوميجا هي الفريكونسي بتاع مين؟ بتاع الساين ويف اللي دخل على ده. يبقى الجيل بتاعي طلع فانكشن في الفريكونسي. طيب عادة احنا قلنا في اوت على مين كنت يبقى النظام اللي هي ترانسفير فانكشن بتاعت الدايره، عشان بس يعني هتشوفوا المصطلح ده كتير ساعات بيبقى النظام بايه؟ بالرمز اتش. اتش مقصود بيه ترانسفير فانكشن بتاع الدايره في اوت على مين. وبما انها فانكشن في الفريكونسي فهنسميها اتش اوف ايه؟ اتش اوف اس او اتش اوف جي اوميجا، اللي هي بس الترانسفير فانكشن او الجيل بتاع الايه؟ الدايره بتاعتها، بس اختصارا يعني بدل ما كل مره نقعد نكتب ايه؟ بي اوت على بي نسميها ايه؟ الترانسفير فانكشن اللي هي اتش اوف اس او اتش اوف جي اوميجا. طيب طبعا واضح برضه انها طالعه ايه؟ كومبلكس نمبر يعني، مش كده؟ طب لو جيت ارسمها هيطلع شكل الترانسفير فانكشن بتاع الامبليفاير عامل ازاي؟ تعالوا بقى نرسمها. طبعا لما اجي ارسمها هرسم مين برضو؟ الماجنتيود بتاعها. يبقى هرسم الماجنتيود بتاع الاتش جي اوميجا اللي هو يعني اشيل الاس واحط ايه؟ جي اوميجا. وليه لازم اعمل كده؟ عشان ده كومبلكس نمبر فلازم اشيل الاس واعوض بجي اوميجا واخد الماجنتيود، صح؟ طب ناخد الماجنتيود بتاع ده الاس هيطلع ايه بقى؟ طبعا النيجاتيف ده مش هيطير مني، مش كده؟ بقى لي فوق ماجنتيود ده اللي هو مين؟ جي ام ار دي ده هيفضل زي ما هو ده كونستنت، مش كده؟ على ماجنتيود اللي تحت اللي هو ايه؟ ايماجينري نمبر 1 زائد جي اوميجا ار سي، يبقى هيبقى يعني جذر ريال تربيع زائد ايه؟ ايماجينري تربيع 1 زائد اوميجا سي ام ار دي كل ده، صح كده؟ طيب تعالى بقى نرسم الرسمه. يبقى هاجي ارسم هنا الاتش او جي اوميجا الماجنتيود بتاعها، تمام؟ ات فيري لو فريكونسي اوميجا تنس تو زيرو يبدا الجيم بكام؟ جي ام ار دي اللي هو الجيم اللي احنا كنا متعودين عليه زمان كنا بنحل مساله من غير كاباستور. كل ما الفريكونسي بتزيد يحصل ايه في الجيم؟ ها؟ اي صح؟ مقسومه على ترم فانكشن في الايه؟ في الامر. از اوميجا تنس تو انفينيتي هيوصل ايه؟ هيوصل لزيرو. يبقى لما اجي ارسمه اتوقع ان هو يقعد يقل لحد ما يوصل لايه؟ للزيرو از اوميجا تنس تو ايه؟ تمام؟ فطبعا واضح ان ايه ظهور الكباستور مع الامبليفاير بدا يظهر لي ايه؟ فريكونسي ريسبونس للامبليفاير بتاعي. طيب تعالوا بس قبل ما نسيب النقطه دي احنا الاناليسيس ده كله
عملناه في انهي دومين؟ فريكونسي دومين، مش كده؟ يعني كل الاناليسيس ده في فريكونسي دومين ليه؟ لان انا شايل الكيسر كباسيتور ايه؟ واحد على اس سي او واحد على جي اوميجا سي، فالفي اوت والفي ان دول دول في انهي دومين؟ فريكونسي دومين، مش كده؟ عايز احاول اخد الكلام ده تايم دومين اللي انا كنت اتكلمت عليه في اول سلايد، دي التجربه اللي عملناها، انا دخل السيجنال في المعمل، دي كانت تايم دومين. عايز احاول اربط بقى فريكونسي دومين بالتايم دومين عشان افهم اهميه الايه؟ الاتش اوف جي اوميجا دي، ليه انا جبت الاتش؟ ليه مهم ان انا ارسمها؟ تمام؟ اربطهم مع بعض ازاي؟ ايه العلاقه بينهم؟ لو انت عايز تريبريزنت الكيبوت في التايم دومين هتخلي الكيبوت يساوي ايه؟ والله زي ما احنا كاتبين كده دي انبوت اوف تي، انا بتكلم على ايه؟ تايم دومين سيجنال هتساوي ساينسويد سيجنال، بقول هنسميها كوساين اوميجا تي، مش فارقه ساين او ساين، مش كده؟ بس ليها امبليتيود معين، مش كده؟ الامبليتيود انا هسميه ايه انبوت، ايه انبوت ده؟ ايه هو الانبوت امبليتيود؟ يبقى كده انا عملت ريبريزنتيشن للانبوت تايم دومين. طب اربط بقى ازاي التايم دومين ده الفريكونسي دومين ده؟ ايه العلاقه بينهم؟ العلاقه بينهم ان الاوميجا اللي داخله هنا احسب منها ايه؟ الاس، يبقى الاس هتساوي جي اوميجا، صح؟ يعني لو شلت الاس من هنا في الفريكونسي دومين وعوضت الاس تساوي جي اوميجا، يبقى انت ايه؟ ربطت كده الفريكونسي دومين ده بالتايم دومين. طب ده الانبوت، انا يهمني احسب مين؟ الاوتبوت، مش كده؟ انا عايز احسب الاوتبوت. طب ايه علاقه الانبوت بالاوتبوت؟ مين اللي رابطهم ببعض؟ ها؟ الاتش اوف اس، صح؟ يعني انت عرفت الانبوت، انا عايز اجيب الاوت، الاوت هو مين؟ هو الاتش اوف اس في الانبوت. طب دلوقتي الاتش اوف اس دي ذا كومبلكس نمبر، هي ماجنتيود وفيز، صح؟ انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الاوتبوت. يبقى اسهل طريقه اعمل ايه؟ اضرب البي انبوت في الاتش اوف اس. طب ازاي بتضرب تو كومبلكس نمبرز في بعض؟ اسهل طريقه تعمل ايه؟ ها؟ تضرب الماجنتيود في الماجنتيود وتعمل ايه في الفيز؟ صح ولا لا؟ اسهل طريقه ان انا اعرف اجيب بيها في اوت من الفريكونسي دومين وارجع احولها للتايم دومين هي ان انا اعمل ايه؟ اضرب الفي ان في الاتش او اس. طب مش انا اوريدي عندي الماجنتيود بتاع الاتش او اس ايه ولا لا؟ فانا اوريدي جبناه خلاص. يبقى انا عشان اجيب الماجنتيود بتاع الفي اوت اضرب الماجنتيود الاتش ماجنتيود الايه؟ الانبوت. يبقى ناقص لي ايه مين غير الماجنتيود؟ الفيز. طب تعالى نحسب بقى الفيز بتاع مين؟ الاتش اوف اس عشان نكمل الايه؟ الاكسبرشن بتاع في اوت. هجيب ازاي الفيز بتاع الاتش اوف اس؟ طبعا زي ما احنا كاتبين فوق اتش اوف جي اوميجا كومبلكس نمبر اهو. خلاص عايز اجيب الماجنتيود سوري الفيز بتاع الاكسبرشن ده اللي هو اتش اوف جي اوميجا. طب النيجاتيف ساين اللي فوق دي تظهر ازاي في الفيز على طول؟ ها؟ 180 درجه قلنا مش كده؟ يبقى الانجل النيجاتيف ساين دي على طول عباره عن ايه؟ 180 درجه. طيب بعد كده الجي ام ار دي طبعا ده كونستنت مالوش فيز خلاص خدت ال 180 درجه بتاعته. طب بعد كده على كومبلكس نمبر طالما على حاجه في الدينومينيتور يبقى الفيز بتاعها ايه؟ بالنيجاتيف على طول. طب بعد كده اي كومبلكس نمبر بنجيب الفيز بتاعه ازاي؟ 10 ماينس 1 الايماجينري على ايه؟ على ايه؟ يبقى 10 ماينس 1 اوميجا سي ار على الواحد يبقى نيجاتيف 10 ماينس 1 اوميجا سي اي ار. يبقى كده انت جبت الفيز بتاع الاتش اوف جي اوميجا وجبت الماجنتيود بتاع الايه؟ الاتش اوف جي اوميجا. طب ارجع بقى اجيب الاوتبوت ازاي؟ قلنا الاوتبوت هو حاصل ده كون يبقى الاوتبوت الماجنتيود بتاعه في التايم دومين هو مين؟ الماجنتيود بتاع الانبوت اللي هو كانه البيك بتاع الانبوت مضروب في مين؟ الماجنتيود بتاع الايه؟ الاتش اوف جي اوميجا اللي انت حسبتها. طبعا هتطلع نفس الكوساين اوميجا تي بس الفيز بتاع الاوتبوت هيتغير ولا لا؟ هيتغير هو عباره عن الفيز بتاع الانبوت اللي هو كام؟ هو صفر زائد الفيز بتاع مين؟ الاتش اللي انا حسبته. يبقى انا كده عرفت اريبريزنت التايم دومين وربطت التايم دومين بالايه؟ بالفريكونسي دومين اناليسيس اللي عملناه. طيب سؤال كده لو انت بقى بصيت على الاكسبريشن دي هل ده يفسر الكلام اللي قلناه في اول سلايد؟ بمعنى ايه؟ تعالى نرجع للاكسبيرمنت اللي احنا عملناه. كل ما بزود الفريكونسي في التجربه اللي عملناها في اول سلايد مين اللي اتغير هنا؟ اتش اوف جي اوميجا عمال يحصل لها ايه؟ عمال تقل. يبقى البيك تو بيك بتاع الاوتبوت
عمال يكسروا ايه؟ ايه؟ عمال ايه؟ وطبعا معايا بقى حاجه احنا مالناش واخدين بالنا منها ظهرت دلوقتي كمان ايه؟ ان الفيس بيتغير بس احنا ساعتها كنا مركزين بس على مين؟ على الامبليتيود تمام؟ فاذا ده يفسر ايه ازاي انت شفت في التايم دومين السيجنال قاعده تقل كل ما انت بتزود الايه؟ الفريكونسي بتاعك بمعنى ايه؟ التايم دومين اناليسيس فرض ان الفريكونسي ثابته صح؟ انا مدخل انبوت A كوساين اوميجا تي صح؟ انا مثبت الفريكونسي مدخل فريكونسي واحده على الدايره بس زي ما شفتي في الاكسبيرمنت انا عملت ايه؟ دخلتها بقى كذا مره قعدت ادخل مره اوميجا وانا اغيرها وانا اغيرها فكان الفريكونسي دومين بيديني صوره للدايره اكروس كل الفريكونسي مره واحده فبيريبريزنت الدايره احسن صح؟ ليه؟ لان انا في كيرف واحد بدل ما اقسم كذا تايم دومين كيرف زي ما عملت اول سلايد انا كده في كيرف واحد اعرف والله انا لو دخلت الفريكونسي دي هيحصل ايه؟ لو دخلت الفريكونسي دي هيحصل ايه؟ صح؟ لو دخلت دي هيحصل ايه؟ فهو بس ايه؟ ريبريزنتيشن مختلف للدايره تمام؟ احنا في معظم الاناليسيس بتاعنا دايما الالكترونيك سيركتس انلايز فريكونسي دومين اناليسيس يعني بس التايم دومين بتاعته ايه؟ نعرف نفسر بس الكلام اللي احنا شفناه في الاول. يعني كده بيعتمد على فكره اللي هو تايم لا التايم ما بيظهرش فريكونسي دومين اناليسيس صح؟ على الاكويشن بتاعتي. اخر اكويشن دي اسمها تايم دومين. ليه؟ لان انا كاتب في اوت اوف تي. انا فانكشن في التايم. كاني مثبتها فريكونسي. خلاص؟ كاني بقول والله الدايره دلوقتي داخل عليها فريكونسي اوميجا تساوي كذا. وهرسمها بقى فيرسس تايم تمام ممكن بعد كده اقول انا هغير الفريكونسي اقول والله الفريكونسي اوميجا بتساوي اوميجا 2 بدل اوميجا 1 تبقى رسمه ثانيه وهكذا دكتور طب انا كده استفدت ايه مثلا لما جيت يعني انا متخيل كده مثبت في المعادله دي فريكونسي انا استفدت ايه دلوقتي يعني ان انا مثلا بتايم انا برضه ما عرفتش هعرف التايم ايه لا انا بص احنا دايما زي ما بقول لك ريبريزنت السيركتس بالفريكونسي زي ما انت شايف نشوف الرسمه كلها مره واحده. ايوه طيب انا ما استفدتش بالفريكونسي انا طب ليه انا اقلل؟ انا بستلم التايم انا كده ما استفدتش حاجه انا برضه رجعت في الاول في الاخر رجعت للفريكونسي برضه رجعت لتاثير الفريكونسي برضه. مظبوط انت استغليت الفريكونسي دومين انك تحل بيه الدايره لانك تعرف تموديل الكاباستور بامبيدنس فانكشن في الفريكونسي وبعد كده رجعت ترجعها للتايم دومين بس كده لكن دايما الحل بتاعك هيبقى في الفريكونسي دومين. لان انت بتعرف تموديل الكوندكتور في الفريكونسي دومين في اوميجا بتعرف تحضر الكاباستور في الفريكونسي دومين وعلى جي اوميجا سي فدايما حلك في السيركتس هيبقى في ايه؟ في الفريكونسي دومين التايم دومين صعب جدا انك تحل بيه الكترونيك سيركتس لانها يعني بتشوفه في السيركتس يعني او تشوفه الثاني انها تبقى ديفرنشال ايكويشن مش سهل طب وانا محتاج الصوره بتاعت التايم دومين دي فين؟ انت محتاجها بس عشان يعني عشان شرحناها في الاول عشان تتخيل بس ايه معنى الفريكونسي اكسبونس يعني كان ممكن اجي ارسم لك الرسمه دي مش هتبقى متخيل يعني ايه اللي هيحصل تمام عشان بس لو انت رابط بالواقع ان اه دي معناها ان انا لو دخلت هنا ساينسويدل الاوتبوت هيبقى عامل ازاي لو دخلت هنا ساينسويدل الاوتبوت هيبقى عامل ازاي لان انت لما تروح ترسم الاوتبوت مش هتشوف الرسمه دي في الحقيقه سواء في المعمل او على السيميليشن مش هترسم ساينسويدل في المعمل فاهم قصدي وهتعرف تجيب بقى منها بعد كده الرسمه دي طبعا السيميليترز ممكن تديك الرسمه دي على طول. السيميليتر ممكن انت تقول له سيميليت في الفريكونسي دومين فهو يديك الرسمه دي على طول. تمام؟ طيب تعالوا بس نرجع بقى ايه للرسمه دي لان فيها نقطه مهمه قوي قبل ما ايه ننزل لو جينا نبص على الاكسبرشن بتاعنا اللي هو بتاع الماجنتيود بتاع الاتش جي اوميجا خلاص؟ وعايز ابص على الاكسبرشن ده بس الايه؟ الاكسبرشن احنا جبناه لو انا جيت
هتقلش طب قيمته هتساوي كام؟ خلاص؟ عند اوميجا هنسميها اوميجا نوت دلوقتي، حيث اوميجا نوت دي بتساوي 1 على ار دي في السي ان. هيحصل ايه عند الفريكوانسي؟ لو اوميجا نوت بتساوي 1 على ار دي سي ال، يعني قيمه معينه مخصوصه كده، هنشوف ايه اهميتها ده. يحصل ايه هنا؟ ده يبقى جذر ايه عندي؟ جذر دي صح؟ يبقى الجين هيبقى ايه؟ جي ام ار دي على جذر ايه؟ الدي. معناها ايه؟ الجين عند اللو فريكونسي كان قيمته كام؟ جي ام ار دي. عند الفريكونسي دي الجين قل ولا لا؟ قل. قل انت قد ايه؟ اتقسم على جذر الدي. طيب ليه ان الجين يتقسم على جذر الدي؟ دي بقى مهمه. تعالى نفكر فيها كده. هو الجين ده نوعه ايه؟ يعني ايه نوع ايه؟ هو في اوتبوت على في انبوت صح؟ هو اسمه فولتج جين مش كده؟ ليه؟ لان طبعا في انواع ثانيه من الجينز هنتكلم عليها بعد كده، بتبقى اسمها كارنت جين اي اوت على اي، او ممكن اقول لك اسمها باور جين اللي هي بي اوتبوت على في انبوت. طيب ايه اللي مميز قوي في ان الاوتبوت فولتج يقل بجذر اثنين؟ مش معنى ان الجين قل بجذر اثنين يبقى الفولتج برضه قل بجذر اثنين؟ لان الانبوت ثابت صح؟ طب لما الفولتج يقل بجذر اثنين، ايه اللي مميز في الرقم ده؟ لا انا مش بتكلم على الفيز، بتكلم على الماجنتيود صح؟ الباور هتقل قد ايه؟ النص. النص. ان الباور هي في تربيع على ايه؟ على الار، الار جوه بقى تحسب عليها الباور صح؟ فلما الفولت يقل بجذر اثنين يبقى الباور قلت ايه؟ النص. عشان كده الفريكونسي دي مميزه جدا، لان معناها ان لما الفريكونسي وصلت للقيمه دي اللي هي 1 على ار دي في سي ال، الجين هنا قل 1 على جذر 2 كفولتج او كباور، باور قل ايه؟ النص. فكان الامبليفاير اللي بيخش عليه الاب باور بقى النص. فدي بتديفاين عاده الباندويث بتاع الامبليفاير بتاعك عاده. خلاص هي دي النقطه اللي انت هتقول والله يبقى هو ده اليوزبل باندويث بتاعي، اللي هي زي اللي احنا كنا في السلايد اللي فاتت مسمينها ايه؟ اف 1 صح؟ بعدها خلاص بقى الجيم بدا يحصل ايه؟ بدا يقل، فمش هدخل سيجنال في فريكونسيز اعلى من الفريكونسي اللي انا سميتها اللي هي 1 على ايه؟ ار سي. هنشوف هنسميها ايه دلوقتي. خلاص؟ فدي بنسميها الفريكونسي اللي هي عندها الباند بتاع الامبليفاير. ليها بقى اسم تاني، عايزين نتكلم جاي منين دلوقتي؟ خلاص؟ طيب تعالوا نفكر كده في حاجه الاول. النقطة دي بس وقت الأول خلاص؟ فيها تاني. النقطة دي عند أوميجا بتساوي أوميجا نوت اللي هي 1 على أر سي، أنت جيت تعوض هنا لقيت الجين قل بروت 2. قل كومبيرد لمين؟ للجي إم أر دي اللي هي الجين أت لو فريكونسي. خلاص؟ ده تعريفه إيه؟ أنا كده هنا في أوتبوت على مين؟ ده فولتج جين. الإنبوت طبعًا ثابت. تشوف الباس هو اللي بيتغير مع الفريكونسي صح؟ فمعنى الاوتبوت فولتج يقل بالجذر 2 الباور هو تربيع الفولتج، يبقى الباور قلت في الاوتبوت بالنص. فعشان كده هي نقطه مميزه تديفاين الباندويث بقى بتاعت الامبليفاير. خلاص لان بعد كده هخسر اكتر من النص، قبل كده هخسر اقل من النص. تمام؟ طيب تعالوا بقى نتكلم على ايه؟ حاجه ثانيه في موضوع الجين. اتفضل. لسه مفيش حاجة هنا في الدايرة تحدد أقل حاجة. المحاضرات الجاية هيبان ازاي حاجة ممكن تلمت من اللو سايد. لكن في الرسمة لحد دلوقتي مفيش حاجة بتلمت في اللو، ماشي؟ طيب تعالوا نتكلم بس على حاجة تانية بنسميها الدي بي. خلاص ايه الدي بي ده؟ الدي بي ده طبعا وحدة قياس. خلاص؟ احنا بنستخدمها في الالكترونيك سيركتس كتير قوي وفي الكوميونيكيشن بنستعملها كتير قوي عشان نريبريزنت فيها السيجنال ليفل او الجين. خلاص الجين. تعالى نفكر بس الاول فيها. الجين بتاعك هنا وحدته ايه؟ يعني الجين بتاعك اللي هو تعالى نسميه ايه مثلا عشان يبقى فولتج جين. وحدته ايه دلوقتي؟ هو في اوتبوت على في انبوت ماجنتيود صح؟ يبقى هو وحدته فولت على ايه؟ فولت على فولت. مش كده؟ يونتلس يعني. طيب
امبليفاير واحد، في كذا امبليفاير، لان انا مش قادر اجيب الجيل من امبليفاير واحد. فاضطريت احط مثلا ثلاثه امبليفايرز ورا بعض. قلت لك احسب لي بقى في انبوت، احسب لي في اوتبوت في المساله دي. هتحسبها ازاي؟ هتقول لي والله التوتال اوتبوت على الايه؟ على التوتال انبوت. فانا عايز احسب في اوتبوت على في انبوت. خلاص هتقول لي والله ممكن اسمي دي مثلا في 1 واسمي دي في 2 واوزعهم، يبقى اقول ده على ده هيساوي في اوتبوت على في 2 مش كده؟ مضروب في مين؟ في 2 على في 1 مضروب في في 1 على ايه؟ في صح كده؟ ده هيكنسل فيطلع لك هو في اوتبوت على في، فيبقى ده اللي هو بيساوي ايه؟ حاصل ايه؟ ضرب الكيس. ده هو على طول ايه 3 يعني مش فاكر الترتيب يعني ايه ده ايه 1 في ايه 2 في ايه 3 وهكذا. اذا في اي كومبلكس كوميونيكيشن سيستم لو عندك ماني جين ستيجز لازم تعمل عمليات ايه؟ ضرب عشان تجيب التوتال جين بتاعك صح كده؟ طيب افرض انت دلوقتي جين ستيج ارقام يعني سهله والله لو ده ب 2 وده ب 5 وده ب 1 خلاص حسبتها في دماغك، بس افرض ده مثلا ب 3.3 ده ب 7.1 وهكذا. الموضوع كومبليكيتد، وطبعا الكوميونيكيشن سيستمز والالكترونيك سيستمز دي يعني الناس بتديزاين الكلام ده من زمان من قبل ما يبقى عندهم كالكوليترز وكمبيوترز تمام. فكان لازم يلاقوا طريقه سهله يعرف ايه يريبريزنت بيها السيستم بتاعه. فقال لك طيب ما بدل ما ريبريزنت الجين ده، الجين ده تعريفه مين؟ في اوتبوت على في انبوت ماجنتيود. قال لك بدل ما ريبريزنته كده ليه ما اعملش ريبريزنتيشن للجين ان هو بدل ما هو في اوتبوت على في انبوت الماجنتيود احوله لضرب. يعني هو والله الجيم هو 20 لوج في اوت على في انبوت. خلاص؟ اشمعنى ده؟ هيبان دلوقتي. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الجيم بس ان دي بي ان ديسيبل. خلاص؟ هو ده تعريف الجيم بتاع اي بلوك بس مش بولد على بولد. لا لو قلت لك احسب لي الجيم ان دي بي هتقول لي والله هو 20 لوج الاوت على الانبوت بس ماجنتيود لوج. طب ليه ده سهل بقى؟ تعال نفكر كده. لو انا جيت قلت لك الكاسكيدد سيستم ده احسب لي التوتال جين خلاص هيساوي كام؟ هتقول لي هو حاصل الضرب. طب لو قلت لك بقى احسبه لي ان دي بي التوتال جين ان دي بي يبقى هتعمل ايه في المعادله دي؟ هتقول له 20 لوج الكلام ده صح؟ طب 20 لوج اللوج هيخش على الضرب ده هيعمل ايه؟ هيخليه جنب. يبقى هيبسط ولا لا؟ يبقى هيبقى 20 لوج اي 1 زائد 20 لوج A2 زائد 1 مش كده؟ فيبقى لو انت من الاول عارف القيمه دي، القيمه دي اللي هي ايه؟ اللي هي A1 dB صح ولا لا؟ زائد A2 dB وهكذا. فيبقى لو انت من البدايه اصلا هو مديك الجيم بتاع اللوج ده dB بدل الفولت على فولت وبرضه ده بالdB وده بالdB بدل تعمل على مين؟ حتى ما وجدت حولت عمليات الكومبلكس مالتيبليكيشنز انتو ايه؟ انتو اديشن. فده كان بيسهل على الناس هيستوريكال. فدايما الناس لاسباب بقى زي ما قلت لكم دلوقتي هيستوريكال بقوا يريبريزنتوا الجين في الكوميونيكيشن سيستمز او الالكترونيك سيستمز بالتالي في الدي بي. خلاص؟ وهنشوف كمان ده فوائده ايه دلوقتي من شويه. بس خلينا ايه؟ نتفق على الجزء الاول. طيب ايه بقى الامبليكيشن بتاعت الكلام ده هنا؟ هنرجع للكلام ده هنا. احنا اتفقنا ان عند اوميجا بتساوي اوميجا نوت الجين قل وعلى جذر ايه؟ تعال نرجع لريبريزنت الدي بي. يبقى الجين هيبقى قيمته كام هنا؟ هيبقى 20 لوج ماجنتيود الاتش صح؟ اللي هو يبقى كام؟ ده على ده مش كده؟ يبقى 20 لوج ده على ده اللي هو ايه؟ يبقى 20 لوج جي ام ار دي ماينس هطرحهم من بعض ماينس 20 لوج جذر 2 صح ولا لا؟ طب الترم الاولاني ده هو مين؟ هو الجين اللو فريكونسي قبل ما يبدا يقل. طب يبقى هو بقى عند الاوميجا نوت دي اللي احنا سميناها الكت اوف فريكونسي الخاص اللي ايه؟ الانفاض هيبدا يقل من عندها. الجين قل قد ايه هنا؟ الدي بي بقى هتساوي الدي بي ده رقم مشهور قوي
حد يعرف الرقم ده كام؟ ها؟ 20 جوك جذر 2. جرب تحسبها كده هتلاقي ده ايه؟ 3 دي. خلاص يبقى الجيم قال 3 دي عند الايه؟ عند البورنر فريكونسي بتاعتنا. فعشان كده بنسمي البورنر فريكونسي دي برضه ايه؟ 3 دي بي فريكونسي. يعني معناها ايه؟ معناها الفريكونسي اللي الجيم قال عندها 3 دي بي. او الفولتج قل عندها بجذر ايه؟ جذر 2. او الباور قل عندها بكام؟ بالنص. فانت خلاص بقى كنت تبقى عارف على طول الباور قل النص يبقى الجيل قل بكام على طول؟ 3 دي. تمام؟ فبنسمي دي الفري دي فريكونسي او الكت اوف فريكونسي بتاعت الايه؟ الامبليفاير بتاعي. وليها مسمى تاني هنشرحه في السلايد اللي جايه اللي هو بنسميه الكول فريكونسي. خلاص واضحه الجزئيه دي؟ فانت لوج حاجات مضروبه في بعض صح؟ تبقى ايه؟ تبقى لوج ده زي لوج ده زي لوج. هي فايه ميزه استخدام ايه؟ اللوج. تمام؟ دكتور هو كده اللي هو هنشوف لوج اشتغل هل الداتا دي لكن مش الجين ده ولا اه بس خلي بالك ما هو مين الجين الحقيقي؟ هو 20 لوج اتش ده جاي ريبريزنت مين؟ الجين عند اللو فريكونسي. يبقى الجين اللي عند الاوميجا دي بيساوي الجين اللي عند فريكونسي ماينس تيرم اللي هو 3 دي. تمام؟ فعشان بس تعرف تربط يعني ايه الجين قل 3 دي بي تبقى فاهم هو معناها في الباور قل ايه؟ النص. دي معناها ايه؟ 20 لوج اتش ده الجنرال اكسبريشن بتاع الجين عند اي فريكونسي. بس انا رحت جاي هنا معوض عند انهي فريكونسي؟ عند اوميجا بتساوي اوميجا نوت اللي هي واحد على مارس. فلقيت ان لما عوضت هنا هو بقى ده الاكسبريشن بتاعي بقى 20 لوج ده ماينس 20 لوج ده. فانت لو حسبت بتاع الكالكوليتر زي ما قلنا هيطلع 3 دي. فمعناها ايه؟ معناها ان الجين بتاعك حسب بقى الرقم ده كام يعني انت ما تعرفش الجي ام واحد كام. افترض تعال نفترض ان الجين ده بيساوي 10 دي بي لما تعوض يبقى معناها الجين الجديد بقى كام؟ 10 ناقص 3 يعني قل 3 دي. تمام؟ يعني عشان بس بشرح الجزئيه دي ليه؟ عشان تفهم تربط الدي بي ازاي في الاكشوال يونتس. فيبقى لما تفهم على طول ان لو قال لك الجين قل 3 دي بي يبقى كده الهاف باور قل ايه؟ النص. او البولت قل بجذر اللي هي احنا عرفناها من انها مين؟ الكت اوف فريكونسي بتاعتنا وبالتالي سميناها الفري دي بي فريكونسي. يعني ساعات كتير بتلاقي ناس بتكتبها الاف او اوميجا 3 دي بي. تمام؟ فلازم نلاقي طريقه مبسطه اعرف اريبريزنت فيها الفريكونسي ريسبونس واقسمه
بحيث اجيب رسمه ايه سهله شويه. تمام. الطريقه دي بنسميها البود بلوت او البودي بلوت. تعالوا بقى نفكر هنمشي ازاي. قبل ما نتكلم عن الطريقه دي نفسها، احنا وصلنا للاكسبريشن ده الامبليفاير، خلاص انا عايز احطه بس في جنرال فورم عشان ارسم بقى الجنرال فورم عشان اعمل منها الميثود بتاعي. فالشكل ده اقدر ريبريزنت بايه؟ الجزء اللي فوق ده عباره عن ايه؟ كونستنت، مش كده؟ ممكن اسميه ايه؟ اللي هو الجيم بتاع الامبليفاير. خلاص الايه ده ممكن يبقى بوزيتيف او نيجاتيف. فهمنا خلاص النيجاتيف دي هي عباره عن فيز شيفت مش فاهم. خلاص فحسب الامبليفاير بتاعك ممكن يبقى ليه اي جيم. انا عايز اعمم المساله دلوقتي. طب اللي وصل تحت ده برضه هديه بطريقه جنرال، واحد زائد اس على اوميجا بي. خلاص بمعنى ايه؟ كاني شلت مقلوب الترم ده. فاكرين مقلوب الترم ده اللي كنا لسه بنتكلم عليه في السلايد اللي فاتت صح؟ قلنا مقلوب الترم ده اللي بنسميه الكت اوف فريكونسي او 3 دي بي فريكونسي. خلاص هنديله مصطلح تاني كمان هنا بنسميه ايه؟ البول فريكونسي. وهنفهم المصطلح ده ازاي؟ خلاص انا بس عرفت كونستنت جديد اسمه اوميجا دي. قلت والله اوميجا دي هو 3 دي بي فريكونسي كنت بتكلم عليه في السلايد اللي فاتت، هو واحد على سي ال ار. ايه ده؟ يعني كونستنت بيساوي نيجاتيف جي ام ار. انا بس بوريك طريقه ان انت حولت من ده للجنرال كيس. بس بعد كده لو انا هطبقها بقى اي امبليفاير ممكن يبقى ليه ايه طريقته مختلفه. ممكن الامبليفاير ده يبقى اوميجا بي مختلفه. بس ده بس ايه ترانسليشن 1 تو 1 من الامبليفاير اللي انت رسمته. اصل ده شكل الجنرال بتاع الامبليفاير اللي انت رسمته. طيب قبل بس ما نتكلم احنا هنعمم الكلام ده، تعال بس نتكلم على اوميجا بي دي. ليه سميناها اوميجا بي؟ خلاص الترانسفير فانكشن ده اللي احنا بنتكلم عليه في الشوب اكس ده زي ما قلنا في الفريكونسي دومين او في الاس دومين. خلاص تعريف في حاجه اسمها البول فريكونسي. خلاص البول فريكونسي دي تعريفها ايه؟ تعريفها هي قيمه الاس اللي تخلي الترانسفير فانكشن دي تبقى بلا نهايه، تبقى بانفينيتي. خلاص ايه هي قيمه اس هنا اللي تخليها بانفينيتي؟ لما اس تساوي ايه؟ اس تساوي نيجاتيف اوميجا بي مش كده؟ لما اس تساوي نيجاتيف اوميجا بي ده هيبقى ايه على ايه؟ على صفر، دي تبقى بلا نهايه. فده ماثيماتيكال ديفينيشن. خلاص دي حاجه انتوا بتدرسوها بعد كده في الرياضه. تمام؟ طبعا ده مش حقيقي بس ده تعريف ماثيماتيكال ان دايما الكونستنت اللي مقسوم على الاس ده في الشكل اللي انا كاتبه ده اسمه البول بتاع الترانسفير فانكشن ده. لان تعريف البول هو قيمه الاس اللي هي طبعا بغض النظر عن الشكل النيجاتيف يعني قيمه الاس اللي تخلي ايه الترانسفير فانكشن دي تقول الى ما لا نهايه. تمام؟ عشان كده سمينا دي اوميجا بي اللي هي في السلايد اللي فاتت طلعت صدفه هي ال 3 دي بي فريكونسي بتاعتها. طيب حد بس يعني ايه ممكن يسال سؤال كده يقول لي هي دي اصلا ليها معنى حقيقي؟ ينفع الاس تساوي نيجاتيف اوميجا بي؟ ما ينفعش. ليه؟ لان المفروض لو انا بتعامل مع ريال سيستم الاس تساوي ايه؟ جي اوميجا صح ولا لا؟ يعني الاس المفروض تبقى ايماجينري. فعشان كده انا بقول لكم ان ده ماثيماتيكال ديفينيشن، ده مش حاجه حقيقيه. لو انا بتعامل مع فيزيكال سيستم ودخل عليه انبوت يبقى لازم الاس تساوي جي اوميجا. دي بس حاجه عشان نعرف بيها الكونسبت. تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى ايه ازاي ارسم الاكسبريشن ده. بس قبل ما اتكلم فيها، هل دايما انت السيستم بتاعك هيبقى فيه كباستور واحد؟ مش شرط، ممكن يظهر لك اكتر من كباستور في السيستم. طب اجنرالايز بقى المساله دي ازاي؟ ممكن اقول والله السيستم بتاعي ما فيهوش وان بول هسميه بقى اوميجا بي 1. ممكن السيستم بتاعي يظهر فيه اكتر من ايه؟ اكتر من بول. ظهر لي بول تاني وليه سميت ده بول؟ برضه لان لما اس بتساوي نيجاتيف اوميجا بي 2 الترانسفير فانكشن هتقول لي الى ايه؟ الى ما لا نهايه، ده اسمه بول. وهكذا ممكن يبقى عندي مالتي بول سيستم. اصل هنشوف الكلام ده هيظهر ازاي في الاكشوال سيركت، يعني هنشوف ان فعلا ممكن لما يظهر لك كباستور واحد يظهر بول. تضيف كباستور تاني في حته تانيه في الدايره تطلع لك بول اضافي وهكذا. تمام؟ طب واضح من الاكسبريشن ده لحد دلوقتي ان
كل ما الفريكونسي بتزيد اللي بيحصل في الجين هيقل ليه؟ لان الاس دايما على ايه؟ اسم على اس، فكل ما الفريكونسي بتزيد الجين بتاعه ايه؟ هيقل. هل لازم يبقى ده جنرال فورم ولا ممكن نلاقي دواير لما الفريكونسي تزيد الجين يحصل له ايه؟ الجين بقى يزيد؟ ممكن، وهنشوف اكزامبلز على الكلام ده. طب اموضل الكلام ده ازاي؟ زي ما ضفت البراكت هنا تحت اضيف فين؟ دي فوق. اقول لكم والله انا ممكن يظهر لي سيستم في حاجه بالمنظر ده، في ترم فوق اسمه 1 بلس اس على اوميجا زد. طيب ليه سميت دي اوميجا زد مش اوميجا دي؟ اللي فوق دي عكس الفوق. البول قلنا هي قيمه لدخل ترانس فانكشن بكام؟ بانفينيتي. الزيرو هو القيمه لدخل ترانس فانكشن بكام؟ بزيرو. يعني حط اس اس بتساوي نيجاتيف اوميجا زيرو يبقى الترانس فانكشن تطلع بكام؟ بزيرو. برضه ده ماثيماتيكال ديفينيشن، يعني بس حاجه عشان اعرف فيها اسم الكونستنت ولا تجاوب على كده في الرياضه السنه الجايه. خلاص؟ فيبقى السيستم ده لو ظهر فيه الترم ده يبقى كل ما الفريكونسي بتزيد يحصل لي كبير. ها؟ هيزيد لان الاوميجا مطلوبه فوق. صح؟ فده جنرال سيستم. هنشوف في الريل سيركتس ايه اللي يجيب الشكل ده بعد كده. هندرسها في المحاضرات اللي جايه. تمام؟ بس اللي انا عايز اوصل له ايه؟ ازاي بقى لما يبقى عندي كومبلكس سيستم بالمنظر ده ارسم الفريكونسي ريسبونس بتاعه. حاول بقى تفكر فيها كده، تخيل انت عندك كذا كومبلكس نمبر مضروب في بعض، هتقعد تجيب الماجنتيود بتاع ده يبقى جذر الريال تربيع زائد الماجنت تربيع على جذر الريال تربيع زائد الماجنت تربيع، وهنا برضه ايه؟ واحد اكتر من الثاني. طبعا الموضوع مش سيمبل، لازم الاقي طريقه مبسطه اللي هي اسمها البوم بلوت. نشوف بقى هنعملها ازاي دلوقتي. في برضه كاباسيتورز ممكن تظهر في الدايره بطريقه مختلفه، في المحاضرات الجايه تظهر لك في يعني بلاش يعني اختصر تسعين شيء. خلاص خلينا بس نشوف الجنرال كيس وبعد كده نطبقها بقى على ايه؟ على مسائل. ممكن تظهر هو على اي اساس مثلا تحط بص هي سمبليفيكيشن، لان انت ممكن الشكل ما يظهرلكش كده صراحه، يعني ممكن الشكل يظهر لك سكند اوردر كوادراتيك ايكويشن 1 زائد ايه في اس زائد ايه بي في اس تربيع، بس احنا بنبسط المساله بنحاول نرسمها ان هم سيبريت بولز عشان نسيمبليفاي على نفسنا الحل. هو خلينا بقى قلنا ان الفيلم بتاع الاس دي فيلم مش حقيقي، يعني الاس مش ممكن تاخد فيلم يعني. لا الاس لا يمكن تاخد قيمه ريال نمبر صح؟ بس مش ريال نمبر. لا ده ريال نمبر. اوميجا بي ده كونست، اوميجا بي سبعين صح؟ فعشان كده قلنا بس هي رقم هي ماثيماتيكال اكسبريشن، لكن الاس الحقيقيه لازم تبقى ايه؟ بيجي اهو. خلاص؟ طيب تعالوا بقى نرجع لايه؟ السؤال الاصلي ازاي ارسم ده؟ طيب تعالوا نفكر كده الكلام اللي عملناه هناك بتاع الدي بي ساعدني ولا لا؟ ها؟ يعني تعالوا نفكر تاني كده الاتش هنا مدتها ايه؟ مضبوط الجيم مضبوط على طول. طب هل اسهل ارسمها كده ولا ارسمها بالدي بي اسهل؟ انا افكر كده المشكله هنا ايه؟ انها كذا ترم مضبوط مقسومه على بعض. طب لو انا قلت لك حاول ترسم 20 بقى لوج مين؟ الاتش. يعني كاني بقول لك ارسم لي الاتش الايه؟ الدي بي. ده هيسهل هنشوف دلوقتي ليه؟ لانه هيحول لي عمليات الضرب دي والقسمه لجمع طرح. فلو جيت اكتب ده اقول والله يبقى ايه؟ الـ A ده هيبقى 20 لوج الـ A زائد 20 لوج مين؟ الترم ده. طب بس طبعا قبل ما اخد اللوج لازم اخد الـ A الاول، لازم اخد الماجنتيود مش كده؟ طب فماجنتيود الترم ده عباره عن ايه؟ يبقى زائد 20 لوج ها ماجنتيود الترم ده اللي هو ايه؟ اللي هو جذر الريال الريال تربيع زائد الايماجينري تربيع اللي هو مين؟ اوميجا على اوميجا زد التربيع صح كده؟ ناقص عشان ده مقسوم على 20 لوج كده الماجنتيود بتاع ده اللي هو ايه؟ جذر 1 زائد اوميجا على اوميجا بي 1 تربيع وهكذا مش كده؟ حسب بقى عندي كام واحد فوق وكام واحد تحت.
فالميزه دلوقتي ايه؟ ان انا لما اجي ارسم ده حولوا لي لعمليه جمع كذا ترم. يبقى انا لو مسكت ترم واحد منهم ده مثلا، خلينا نبدا بده الاول. لو عرفت ارسم ده الباقيين كلهم زي بعض. ايه يعني ايه الفرق بين ده وده؟ الاشاره بس. الاشاره طبعا هو قيمه الايه؟ الكونسنت اللي جوه. بس لو عرفت ارسم واحد ازاي هعرف ارسم الباقيين. تمام؟ طيب سؤال؟ لا 20 دي احنا قلنا ده الديفينيشن، عشان احنا قلنا الديفينيشن الجين الدي بي هو 20 دولار. يعني انا مش باخد دولار الطرفين، انا بعرف الاتش الدي بي بتساوي كام. فاهم قصدي؟ فهي الناس اصطلحوا على تعريف الجين الدي بي هو 20 دولار. هنشوف ممكن تبقى كذا ترانزستور ممكن يبقى واحد. يعني ده هيبان في الدوائر بعد كده. ممكن يبقى ترانزستور واحد بس كذا كباستور، ممكن يبقى كذا ترانزستور. تمام؟ طيب تعالوا بقى نرجع للايه؟ السؤال الاصلي. يعني تعالوا نرجع للدي ونشوف هنرسمها ازاي. طيب بس عشان اعرف ريليتد مع الرسمه اللي فاتت، تعالوا نرسمها بنفس السيستم ده الاول. اللي هو كان فيه كام بول؟ 1 بول، ما كانش فيه 0. فتعالوا لحظه بس نفهم ده دلوقتي، ونركز بس على ايه؟ الكونستنت وده. اللي هو ده وده. وبعد كده نضيف الباقي طب ارسم ده ازاي؟ طب الجذر ده دلوقتي يعني التعامل معاه سهل ولا صعب؟ لا مش صعب، سهل جدا. الجذر ده نص على طول، يبقى ده على طول بيساوي 20 لوج ال A ناقص 10 لوج 1 زائد اوميجا على اوميجا تي 1 فرمي، صح كده؟ فالدنيا مبسطت شويه. طيب تعالوا بقى نفكر فيها كده، تعالوا نرسم الكيرفين دول. الميزه دلوقتي زي ما قلنا ان انا هرسم كيرفين وارفعهم، مش كده؟ يبقى انا هرسم هنا ايه؟ الاتش الدي بي خلاص. تعالوا بقى نفكر في الترمين دول، هرسم ده الاول وبعد كده هرسم ده. ده طبعا كونستنت، خلاص ادي كونستنت اهو، قيمته 20 لوج ماجنتيود الايه؟ طبعا دي لازم تبقى ماجنتيود، احنا حسيناها هنا مش كده؟ دي لازم تبقى ماجنتيود، لان ممكن ايه تبقى نيجاتيف انا باخد الماجنتيود خلاص. دي 20 لوج ماجنتيود. يبقى انا كده رسمت الاولاني، ناقص بقى ارسم الثاني واطرحهم مع بعض او ارسمه في الشرط النيجاتيف واجمعهم مع بعض. طيب تعالوا نرسمه بالاشاره بتاعت على طول. ات فيري لو فريكونسي، لما اوميجا اقل قوي من اوميجا تي 1، مين اللي اكبر؟ الواحد ولا الترم ده؟ الواحد اكبر، اقدر اعمل الترم ده. طب ات لو فريكونسي اوميجا تي 1 يبقى لوج كام؟ لوج 1. لوج كام؟ لوج 0. يبقى طول ما اوميجا اقل من اوميجا تي 1 الاكسبريشن ده بيكتب كام؟ بيكتب 0. طيب تعالى نفكر في العكس الناحيه الثانيه، لما اوميجا تبقى اكبر من اوميجا تي 1 اكبر قوي، يعني مش ايه؟ مش بالظبط بتساويها، يحصل ايه في الترم ده؟ مين الدومينيت؟ ده ولا الواحد؟ الترم الثاني مين الدومينيت؟ صح؟ فرق من الواحد. بس ساعتها الحته دي هتساوي كام؟ هيبقى ناقص اهل الواحد. يحصل ايه في التربيه ده؟ ينزل هنا يرجع تاني ناقص 20، يبقى ناقص 20 فوق. مين بقى المره دي؟ اوميجا على اوميجا تي 1، صح كده؟ ده في الهاي فريكونس. طب ارسم بقى ده ازاي هنا؟ محتاج ارسم لوج اوميجا، مش كده؟ برضه ما هياش سهله لسه، صعب شويه مش كده؟ فبرضه الناس فكرت في طريقه تسهلها. ايه هي بقى؟ ها؟ ارسم ازاي هنا مع الاكس اكسس؟ احاول اغير الاكس اكسس ده بحيث بدل ما ارسمه على لينير سكيل ارسمه على ايه؟ ارسمه على لوج سكيل. ايه الفرق بين اللينير سكيل واللوج سكيل؟ اللينير سكيل بيمشي ازاي؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه وهكذا. اللوج سكيل بيمشي ازاي؟ اصل اللوج سكيل بيمشي ازاي؟ ها؟ اللوج سكيل بيمشي 1 10 100 1000 وهكذا، صح؟ ده الفرق بين اللينير سكيل واللوج سكيل. طب ايه ميزه ان انا ابص على الفريكونسي ريسبونس في اللوج سكيل؟ اللوج سكيل بيبص على اللينير اللي هو بيوريك مساحه كبيره قوي، حته صغيره في الرسم، فانا ممكن استفيد منه قوي في الفريكونسي ريسبونس هنا. لو انا عايز ابص على الفريكونسي ريسبونس بتاع دايره مثلا 1
كيلوهرتز احنا 10 جيجا بس. فلو رسمته باللينير سكيل انا مش شايف اي تفاصيل، بس لو رسمته على لوج سكيل هشوف من 1 ل 10 10 ل 100 وهكذا. تمام. وفي فايده ثانيه بقى اللي هي هنا، ايه هي؟ لما ارسم مع اللوج سكيل بقى كاني رسمت الاكس اكسس هو مين؟ هو اللوج دومين. ده معنى ان انا ارسم فيرسس اللوج سكيل بدل اللينير سكيل. تمام. طب لو انا برسم الكيرف ده الاكس بتاعي مش اوميجا، الاكس بتاعي هو لوج اوميجا، فالجزء ده تحول الى ايه؟ ها؟ وصلته اكتر، يعني سيبه شوف حاجه مرسومه على حاجه، يبقى ناقص 20 لوج اوميجا، ناقص ناقص ده يبقى زائد 20 لوج ايه؟ اوميجا 2. طبعا ده مش مهم، ده كونستنت. صح؟ ده بقى عباره عن ايه؟ ها؟ خط مستقيم خلاص، انا برسم فيرسس اكس والاكس بتاعتي هي لوج اوميجا. يبقى ده على طول ايه؟ خط مستقيم. طب خط مستقيم السلوب بتاعه كام؟ فين الاكس؟ واي بتساوي حاجه في الاكس، فين السلوب؟ ناقص 20. صح؟ يبقى خط مستقيم من بعد بقى ايه؟ ده هاي فريكس اللي هو بعد اوميجا تي 1، خط مستقيم السلوب بتاعه ناقص 20. طب ناقص 20 ايه؟ وحدته ايه؟ ناقص 20 ايه؟ يعني ده السلوب مع السلوب واي على الاكس دي بي مظبوط. بس انت قلت نص الاجابه، يعني هو السلوب واي على الاكس، الواي بدلها دي بي، الاكس ايه بقى؟ لوج اوميجا دي. طب اسالك سؤال، تعالى ارجع للمعادله الاصليه، واي بتساوي ناقص 20 في ايه؟ لوج اوميجا هي الاكس. هو هينزل الناقص 20 في قد ايه؟ مش هو ده معنى السلوب؟ انت قلت لي ان هو ناقص 20، طب ناقص 20 دلتا واي فقد ايه دلتا اكس؟ هتجرب تعوض عن الاوميجا بواحد، يبقى اللوج واحد بكام؟ بصفر، ما تحركش لسه. طب عوض بقى نط 1 ديكيت، 1 ديكيت يعني نط قد ايه؟ 10 10 اضعاف، يعني 1 10 عوض عند 10 لوج 10 بكام؟ 1 1، يبقى القيمه الجديده بكام؟ ناقص 20. يبقى نزل ناقص 20 قد ايه؟ في ال 10 اضعاف، اللي هي بنسميها الديكيت، يعني الديكيت هو ان انت تنط من 1 ل 10 او من 10 ل 100 و 100 ل 1000. فالسكوب هنا وحدته ناقص 20 دي بي بير ديكيت. تمام؟ واضح قد ايه؟ لان انت مطلوب هنا ليه؟ ناقص 20. فلو عوضت عن 10 و 100 هتلاقي الفرق بينهم ناقص 20. لو عوضت عن 1 و 10 هتلاقي الفرق بينهم برضه ايه؟ ناقص 20. عوض عن 1000 و 10000 وقت الفرق بينهم ناقص 20. هو ده السكوب. بأني جزئية؟ هو الجزئية بتاعت الرسمتين كلها يعني. تاني احنا بنحاول نرسم ايه؟ احنا بنحاول نرسم الجزء ده بس، صح؟ أو بلاش الجزء ده. فبنحاول بس نرسمه مرة at low frequency مرة at high frequency عشان بنعمل approximation. طبعا يعني الكيرف ده مش valid 100%، هو valid فين؟ at very low frequency، لما خلاص قلت لي اوميجا أقل أوي من اوميجا بي 1، الجزء ده مهمل بقى ايه؟ بصفر، فيبقى ده زيرو. خلاص؟ الفيري هاي فريكونسي قلنا ده دومينيت، اهمل الواحد. فبقى ناقص 20 لوج اوميجا على اوميجا 2. الاسامبشن بس انا عملته عشان اسهل الرسمه ان انا بدات ارسم مع لوج اوميجا. فخلاص انت قلت لي يبقى ناقص 20 لوج اوميجا، فيبقى كده بقت معادله خط مستقيم. صح؟ فانت راسم لك خط مستقيم. طب قلنا احسب السلوب بقى بتاعه. فخلاص فقلنا والله ده بيساوي ده. السلوب ده مش فارق، ده كونستنت، مش هيفرق معايا في السلوب. السلوب هو دلتا واي على دلتا اكس، مش كده؟ فانت على طول النظر قلت لي والله خلاص هو ده السلوب، هو ماي واي بتساوي ايه في اكس اللي هو ده السلوب. انا بس كنت بسالك بقى وحدته ايه السلوب؟ تمام؟ فقلنا والله تعالى نعوض عن دلتا اكس ونشوف الدلتا واي مصر ليها كام؟ فقلت لك خلاص عوض عند مره اوميجا بواحد، خلاص مرة عند اوميجا ب 10. الدلتا اكس دي نسميها 1 ديكيت. ديكيت، الديكيت اللي هو ال 10 اضعاف. تمام؟ الدلتا واي بقى من هنا لهنا كام؟ عوض بقى، عوض 20 لوج 1 و20 لوج 10 هتلاقي الفرق بينهم 20. فعشان كده سميناه ناقص 20 دي فرق ايه؟ طيب خلي بالكم بقى احنا لسه ما جبناش التوتال اللي احنا رسمناه هو مين بس؟ ده يبقى التوتال هو ايه على طول؟ حاصل جمع الاثنين مع بعض، يبقى فين
كوبي جنبي هيفضل ماشي زي مين؟ زي الاولاني مش كده؟ طيب اول ما اوصل لاوبي جنبي هيبقى صوته ايه؟ ده بينقل ناقص 20 دي بي فرده كده يبقى التوتال هيحصل له ايه؟ التوتال يقل بماينس 20 دي بي فرده ايه؟ زي نفس الرسمه اللي احنا كنا جبناها في السلايد اللي فاتت ده اللي بنسميه البوت بلوت خلاص الطريقه المتوسطه اللي بنرسم بيها طبعا مش كل مره هتعمل ايه؟ الدرفيشن ده انا ليه عملت الدرفيشن ده؟ عشان اعرف الرولز بتاعت البوت بلوت طب ايه هي بقى الرولز بتاعت البوت بلوت؟ ان انا هبص على الاكسبريشن بتاعي هو فين؟ اللي هو ده مش كده؟ الاكسبريشن بتاعي ده في كونستنت وفي بول صح؟ فابدا الرسمه ازاي؟ ابدا الرسمه دايما بالكونستنت اللي هو 20 لوج الجيم وافضل ماشي لحد ما اوصل لمين؟ البول اول ما اوصل للبول البول يعمل ايه في الجيم؟ يقلله بالسلوب ماينس 20 بس انا بس كل اللي عملناه هنا الدربيشن ده عشان ابقى فاهم الرولز دي جت منين تمام؟ طبعا في ابروكسيميشن عملناه ايه هو بقى؟ الحته دي عملنا فيها ابروكسيميشن صح؟ الابروكسيميشن ده في اي حته في الكيرف؟ الحته دي صح؟ يعني الكيرف ده بارز 100% هنا وهنا الايرور قليل قوي فيه صح؟ الايرور عالي سنه فين؟ في الحته دي ليه؟ تعالى نفكر كده عند الاوميجا بتساوي اوميجا بي 1 الرسمه دي بتقول لك الجيم بيساوي كام؟ ها؟ الجيم هو 20 لوج الايه؟ بمعنى اخر ما اتغيرش مش كده؟ طب احنا بقى الاناليسيس بتاعنا اللي عملناه الجين لما وصل الاوميجا بي الجين قلب قد ايه؟ ها؟ ب 3 دي اللي هي نص الباور اللي هي حسبناها 3 دي يعني كان المفروض لو الرسمه دي از فيري اكيوريت كنت حسبتها على السيميليتور بتاعك المفروض الرسمه دي ازاي؟ دي كده تمام يبقى الحته دي الايرور فيها قد ايه؟ 3 دي هي بين البوت بلوت احنا عملناه كوبي كده عشان نجيب الفريكونسي ريسبونس وبين الاكزاكت كيرف ان انت ترسم الاكسبريشن اللي فيه جذر حاجه زي حاجه كده فطبعا الابروكسيميشن ده دايما بنعمله عشان نوصل الرسم واعرف اجيب شكل ايه الفريكونسي ريسبونس بتاع الامبليفاير بتاعي بسهوله شويه بدل ما ايه اقعد كل مره اعمل اناليسيس معقد زي ده عندي بولز كتيره في الدايره بتاعتي طيب سؤال سريع لو السيستم بتاعي ظهر فيه واحد تاني بول تاني ايه اللي اتغير؟ الميل بتاع هيظهر لي هنا دول زياده مجموع عليهم روح منهم يظهر ازاي في الرسمه هنا؟ الميل بتاع انا رسمت الثابت ورسمت الاولاني ارسمها التاني طب التاني تعالى نفترض ان هو عند اوميجا بي 2 بيظهر ازاي؟ هيبقى زيرو هنا لحد ما يوصل مين؟ اوميجا بي 2 بعد كده يعمل ايه؟ ينزل ناقص 20 دي بي فير ديجيت طب يبقى المحصله تعمل ايه؟ ها هيمشي ثابت لحد اوميجا بي 1 يبدا يمشي زي ده ناقص 20 لحد ما يظهر له مين؟ اوميجا بي 2 ظهرت هنا يبدا يحصل ايه بقى هنا؟ الاسلوب يحصل له ايه؟ يزيد يبقى ناقص 40 دي بي فير ديجيت يبقى لو في بول ثاني يبقى دي هتبقى ناقص 40 دي بي فير ديجيت بالظبط كل كاباستور بس طبعا بلاش نعممها كل كاباستور كل بول هيعمل ايه؟ هيزود لي السلوك ناقص 20 دي بي زياده خلاص هي علاقه بقى البول بالكاباستور دي هنتكلم عليها في المره الجايه تمام؟ طيب لو ظهر زيرو بقى يعمل ايه؟ يعني البولز كانت بتطرح بالظبط الزيرو بس كبر بوزيتيف يبقى يعمل سلوك كام؟ ناقص 20 يبقى ايه؟ زائد 20 كده؟ فبدل ما الرسمه هتقل الرسمه هيحصل لها ايه؟ هتزيد. انا بس نرسم سيناريو واحد اخير في زيرو عشان نبقى ايه؟ ويبقى زي المجموعه دي. طيب
طيب لو انا قلت لك نفس السيستم ده بس ظهر فيه زيرو خلاص. طبعا لازم اعرف ترتيبهم ريليتيف لبعض زي ما هي قلت لك اوميجا بي ظهر بعد ايه اوميجا بي 2 بعد اوميجا بي 1. تعالى نفترض ان اوميجا 0 هو اول واحده اتقابلت يعني اوميجا 0 اصغر من اوميجا بي 1 اصغر من اوميجا بي 2. طب اللي باجي ارسم هنا لو فريكوانسي ايه اللي جاب 20 لوج ايه انت بايه 20 لوج ماجنتيود ايه وافضل ماشي لحد ما قابل اول واحد فيهم. اول واحد فيهم هو مين هنا؟ اوميجا 0. اوميجا 0 انا مش هقعد اقسم الثلاثه زي ما عملنا هناك وجمعهم انا هجمعهم في ميجا على طول. فاول واحد اوميجا 0 هيعمل ايه في السلوب؟ هيجمع السلوب 20 دي بيرتكتيف يبقى يبدا يزيد ازاي؟ يبدا يزيد كده بالراحه شويه يبدا يزيد كده ايه؟ 20 بلس 20 دي بيرتكتيف. يفضل ماشي لحد فين؟ المفروض لحد انفينيتي بس قبل ما يوصل انفينيتي يصادف مين؟ اوميجا بي 1. اوميجا بي 1 عامل في ايه؟ هو بيزيد بلس 20 واوميجا بي 1 عايز يقلله بماينس 20 لما حصلها كام؟ السلوب بتاعه يبقى كام؟ يبقى صفر عن اوميجا بي 1. طب يفضل ماشي كده فين؟ انفينيتي برضه بس صادف ان هو قال مين؟ اوميجا بي 2. يبقى اول ما يقابل اوميجا بي 2 السلوب المحصله كان بادئ اللي كان هنا بصفر. اوميجا بي 2 عايز يعمل ايه؟ عايز يقلله بناقص 20 دي بي بير ديكيد فيرجع يعمل ايه؟ يرجع تاني يقل السلوب كام؟ ناقص 20 دي بي بير ديكيد. هل في امبليفايرز للمنظر ده؟ اه فعلا في امبليفايرز بيظهر فيها الشكل ده وهنتكلم بقى عليها بعد كده بالتفصيل في الايه؟ في المحاضره. تمام؟ خلينا نقف هنا وان شاء الله بقى نكمل